بعد هذه المشروعية للطواف بين الصفا والمروة وأن هذا الأمر جائز للفقهاء خلاف أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، سنذكره بعد قليل حينما نقرأ الأبيات. للفقهاء خلاف في حكم الطواف بين الصفا والمروة، فلهم في ذلك ثلاثة أقوال. أول هذه الأقوال أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، وكل من لم يطف بين هذين وفات الوقت عنه فإن حجه أو عمرته ليست بصحيحة، لأن ركن الشيء إنما هو الأمر الداخل في ماهيته، فلو سقط الركن سقط ذلكم الشيء. وهذا قول قال به جمع من الفقهاء، وقال به من علمائنا الإمام الربيع رحمه الله تعالى، كما قال به من المتأخرين الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله، كما يظهر في كتابه سلك الدرر، اختار هذا الرأي أنه ركن. وحينما نقول إن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة أو ركن من أركان الحج، فمعناه أن كل من لم يطف بالصفا والمروة فإن حجه أو عمرته تكون باطلة لفقدانه ركنا من أركان هذه العبادة، وأنه لا يقوم الدم مقام السعي. القول الثاني قالوا بأنه واجب، حتى نميز بين القولين قبل أن أذكر دليل القول الأول. القول الثاني قالوا إن الطواف بالصفا والمروة واجب وليس بركن، هنالك قولان، القول الأول إنه ركن، والقول الثاني إنه واجب، وهو الذي عليه أكثر علمائنا. قالوا إنه واجب، ما الفرق بين كون الطواف ركنا بالصفا والمروة ركنا وبين كونه واجبا؟ هما كلاهما من تركهما متعمدا كان آثما، لا إشكال في هذا على كلا القولين، لكن الفرق بينهما أنه حينما نقول إن الطواف بالصفا والمروة واجب، فمعناه أن من تركه لنسيان أو جهل ثم عاد إلى بلده بعدها أو تحلل من عمرته أو من حجه فلا يبطل حجه، وإنما يلزم بالدم. يلزم بالدم أي أنه يلزم بأن يذبح هديا وبأن يطعمه فقراء الحرم. فعلى هذا الرأي الذي يقول إنه واجب والذي عليه أكثر علمائنا كما قلت لكم، لا يبطل حجه بتركه لهذا الركن لهذا الواجب، وإنما يجبر بدم أي بذبح. أما القول الذي يقول بأنه ركن من أركان الحج والعمرة، فمعناه أن الحج سيبطل وأن العمرة ستبطل إن لم يأتي به، ولا يقوم الدم مقام هذا العمل. هذان قولان مشهوران. نأتي إلى أدلة الأقوال. القول الثالث هو أنه سنة وليس بواجب، وقلنا بأنه سنة وليس بواجب فمعناه يمكن للإنسان اختيارا أن يتركه، وليس عليه أي حرج وليس عليه إثم، وحجه صحيح وعمرته صحيح ولو صحيحة ولو تركه متعمدا. نأتي إلى أدلة الأقوال. نحن نتفق في هذه الجلسة على أنها ليست جلسة لعامة الناس، وإنما هي جلسة خاصة بطلبة العلم، لذلك لن نذكر حكما إلا بدليله بإذن الله تعالى، فتبين الأحكام نشير إلى بعض القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية، فلا بد من أن تدركوها وأن تكون لكم دربة في التعامل معها. لذلك فالأسئلة التي ستكون بعد الصلاة بإذن الله تعالى المفترض فيها أن تعنى بالأدلة، لأننا نريد تكوين طالب علم يستطيع التعامل مع الأدلة، فتحملوها وإن كانت عسيرة وشاقة لكن لا بد من أن تتحملوها. الذين قالوا بأنه ركن لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن، أخذوا هذا الأمر من عدة أدلة. أقواها وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك
الطواف بين الصفا والمروة، بل حافظ على الطواف بين الصفا والمروة في كل عمراته، كما أنه حافظ عليها في الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم. اعتمر 4 عمرات كما تعلمون، وفي كل عمرة من هذه الرحلات التي ذهب إليها صلى الله عليه وسلم كان يطوف بين الصفا والمروة، وهكذا في حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، ولم يترك هذا الأمر ولا مرة واحدة، وكان يقول: أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. نحن لا نعلم عن هذه العبادة شيئا، وإنما بينها صلى الله عليه وسلم، وما دام محافظا عليها ولم يتركها ولم يأتنا دليل نصي يفيد أنه من تركها فإن حجه أو فإن عمرته تجبر بالدم، فمعنى هذا أننا نعمل قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لو أن إنسانا ذهب للعمرة، حتى يكون الأمر مبسطا، لو أن إنسانا ذهب إلى العمرة طاف بالبيت ثم تحلل، فهذا الأمر الذي أتاه وطواف وتحلل، هل هو الأمر الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؟ هل هي العمرة التي أرشد إليها وبينها؟ ليست هي. إذن هذا الفعل ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نحكم عليه بمقتضى هذا الحديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الأمر في عبادة، عبادة الحج أو العمرة، هي غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. أنت حينما يشترط الشرع، حينما ينهاك عن الغش في المعاملات، حينما يأمرك بأن تكون عالما بالسلعة التي تتعاقد معها، حينما يأمرك بأن تكون نظيفا في أمورك كلها، حينما يأمرك بالصدق وغيره، هذه الأوامر كلها أنت تعلم أن الشرع ما أمرك بهذا إلا ليصلح نظام العالم، إلا لأجل أن تكون هنالك حقوق وأن يعطى الناس إياها، إلا لحفظ أمور معينة، أمرك بالنظافة حتى يحفظ لك صحتك. فهذه أمور نحن نعلم علتها، نعلم لماذا أرشدنا الشرع إليها، لكن حينما يأمرك الشرع بأن تطوف بين جبلين وفي موضع معين من بين الجبلين، يأمرك بأن تسرع، بأن تسعى سعيا، بأن تهرول، أنت لماذا أهرول بين هذين الجبلين؟ لماذا أطوف وأسعى بين جبلين؟ ما هي الحكمة من مثل هذا التصرف؟ ما هي الفائدة التي سترجع علي أنا الطائف بين هذين الجبلين حينما أطوف بينهما؟ لا أعلم لذلك أي حكمة، ولا أعلم لذلك أي فائدة سوى أمر واحد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، أن يكون لهم الاختيار والاصطفاء. ليس لك ذلك، قضاه الله تعالى فأتمر به تعبدا علينا الامتثال، وما لنا التنقير والجدال. هذه عبادة تعبدية لا نعرف لها حكمة، كما يسميها الفقهاء هي عبادة غير معقولة المعنى، أي غير معلومة العلة، لا أفهم لماذا أمرني الشرع بها. ومن هنا ما دامت بهذه الصورة، إذن لن يحلك منها ولن يجزيك أمام ربك سبحانه وتعالى إلا أن تأتي بها على صورتها. ومن هنا قال هؤلاء: إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، فلا يصح للإنسان سعيه دونهما. كما استدل بعضهم برواية وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأته بعض النساء وهو يسعى بين الصفا والمروة، رأته من بعض البيوت المطلة عليهما وهو يقول: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. في هذا إثبات للوجوب، ولكن يمكن أن يعترض على هذا
الاستدلال بأمور سجلوها معي. أولها هذا الحديث مضطرب في إسناده ومتنه، والحديث المضطرب كما تعلمون إنما هو من أقسام الحديث الضعيف فليس هو بحجة. الأمر الثاني لو سلم بأن هذا الحديث صحيح لا أورد عليه أمر، وهو أن الرسول قال إن ثبت إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. اسعوا فعل أمر يفيد الوجوب، وقوله قد كتب الله عليكم حينما تأتي الشريعة في شيء من نصوصها المقدسة في الكتاب أو في السنة ويؤتى فيها إن الله قد كتب كذا كتب كذا كتب كذا معناه أوجب، فالكتابة لا تكون إلا للإيجاب، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أي أن هذا الجاهلي يقول بأن القتل والقتال مجاهد كتبت علينا معاشر الرجال، أما النساء هن الغانيات فليس عليهن ذلك، كتب أي ألزم، فالكتابة تأتي معنى الإلزام، إن الله قد كتب عليكم السعي أي قد ألزمكم بالسعي فاسعوا. استدلوا بهذا، إلا أن هذا الاستدلال يمكن أن ننقضه بشيء سأن تتابعوا معي. الوجوب شيء والركنية شيء آخر، وقوله فاسعوا يفيد الوجوب لكنه لا يفيد أن هذا الشيء ركن، لذلك يمكن أن يستدل بهذا الحديث القائلون بالوجوب من غير الركنية، فأولئك يمكن أن يستدلوا به، ولذلك نريد حتى نثبت الركنية دليلا آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بغير طهور، أي أنه لا يمكن أن يصلي الإنسان دون أن يتوضأ، هذا يثبت الركنية، يثبت الشرطية على أقل تقدير في هذا السياق، إلا أن انهدام العبادة لا بد له من مثل هذا مثل هذه القرينة، أما الوجوب نفسه فلا. بمعنى قد يكون الشيء واجبا إلا أنه ليس بشرط وليس بركن، قد يكون الشيء واجبا إلا أن الفعل يصح دونه، فالوجوب لا يستلزم الركنية، الوجوب لا يستلزم الشرطية، احفظوا هذه القاعدة. وحتى تتبينوها أضرب لكم مثالا، صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها لأدلة كثيرة ذكرنا جمعا منها حينما شرحنا الأبيات التي فيها صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة ولا يصح للإنسان أن يتخلف عنها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لولا وجود الذرية فيها، كما أنه صلى الله عليه وسلم يبين بأن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا كله يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب لصلاة الجماعة لم يكن سببا لأن يكون شرطا في الصلاة، فأنت قد تصليها منفردا وتصح صلاتك. إذن صلاة الجماعة واجبة ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، فمن صلاها منفردا هو آثم إن لم يكن معذورا، إلا أن صلاته تجزيه عند ربه سبحانه وتعالى. فتبين من هذا أن صلاة الجماعة وإن كانت واجبة إلا أنها ليست بشرط، وهكذا في السعي نقول وإن كان واجبا يؤخذ من هذا الحديث أنه واجب إن ثبت الحديث وهو ليس بثابت، إلا أننا نحتاج للركنية شيئا آخر. فمن هنا كان الدليل الأول هو الأولى للاستدلال بركنية السعي وليس الدليل الثاني، هذا هو القول الأول، وكما قلت لكم اختاره من علمائنا الإمام الربيع رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو الذي عليه الأكثر، هنالك استدلالات أخرى لكن لا أريد أن أثقل عليكم، القول الثاني يقول إن الحد إن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بشرط وليس بركن، ويجبر بالدم، أي أن من تركه نسيانا أو جهلا فيمكنه أن يذبح دما هناك وأن يطعمه فقراء الحرم،
وذلك يجزيه وحجه صحيح. وهؤلاء استدلوا بالعلة التي استدل بها الأولون وقالوا إنه ليس لدينا دليل يفيد الركنية. ونقول بأن هناك دليلا يفيد الركنية وهو الاستدلال الأول الذي ذكرته لكم في العبادات معقولة المعنى وغير معقولة المعنى. القول الثالث هو أن السعي بين الصفا والمروة سنة، هو سنة ليست بواجبة، أي أن من حج أو اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة فحجه صحيح. بل على هذا الرأي يمكنكم أن تقولوا شيئا، للإنسان أن يطوف، والطواف ركن باتفاق، للإنسان أن يطوف بالبيت ثم له أن يتحلل مباشرة، وبعد تحلله لا يطالب بشيء. على هذا الرأي فتكون العمرة بهذا أمرا يسيرا وليس بشيء، بل الحج نفسه سيكون على هذا الأمر. هؤلاء استدلوا بشيء بالآية، قالوا إن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وظاهر هذه الآية أنه يرفع الجناح، أي أنه يجوز لكم أيها الناس أن تطوفوا بين الصفا والمروة، وكان هذا الأمر سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. واستدل آخرون بهذه الآية ولكن بالقراءة الشاذة التي ذكرتها أول الحديث، وهي القراءة التي رويت عن ابن عباس ورواها الطحاوي ورواها الطبري في تفسيره، وفيها فلا جناح عليه أي أن لا يطوف بهما، أن لا يطوف بهما. ففي هذه القراءة تقول القراءة أي يرتفع عنك الحرج إن لم تطوف بين الصفا والمروة، في هذه القراءة. هذه القراءة قد يكون إسنادها صحيحا، إلا أنها قراءة شاذة، أي أنها قراءة ليست متواترة. طيب، هي قراءة ليست متواترة، هنالك قراءات غير متواترة كثيرة في الكتاب العزيز. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، أيضا قراءة شاذة وإن كان إسنادها صحيحا. اختلف الفقهاء في أمر، إن جاءتني قراءة شاذة وفيها حكم فقهي هل أعمل بهذه القراءة الشاذة أو لا؟ هل القراءات الشاذة حجة في إثبات الأحكام الفقهية أو لا؟ يعني في هذه الآية، في هذه القراءة الشاذة نأخذ حكما، هو أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لكن هل يمكنني أن أستدل بقراءة شاذة أو لا؟ بعض العلماء يقولون نعم، يمكن الاستدلال بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام الفقهية، فصيام ثلاثة أيام متتابعات جاء في القراءة الشاذة، لذلك اشترطوا التتابع في صيام ثلاثة الأيام فأخذوا منها حكما فقهيا. وهنالك فقهاء يقولون إن القراءات الشاذة حينما تأتي إن لم تكن متواترة فهي ليست حجة، لا يمكنك أن تستدل بها في الأحكام الفقهية. أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل تواترا وكان في إنزاله إعجاز من نواه في أحواله. ثم ذكر بعد ذلك وقال، ذكر أما المنقول هذا هو حكم المنقول بالتواتر، ثم قال بعد ذلك في المنقول بغير التواتر وإن يكن عملنا، هذا في شمس الأصول، وإن يكن عملنا بما ندر من القراءات جوازه اشتهر فذاك مثل خبر الآحاد لأنه عن النبي الهادي. الإمام رحمه الله في شمس الأصول يقول إن القراءة الشاذة حكم كخبر الآحاد، الأحاديث الآحادية ليست متواترة يستدل بها، قال أيضا القراءة الشاذة نستدل بها. ولكن الرأي الآخر هو الأولى، وهو أن القراءات الشاذة لا يستدل بها،
لأنك أيها الإنسان إنما تستدل بأحد أمرين، إما أن تستدل بالقرآن وإما أن تستدل بالسنة. القرآن لا يمكن أن يثبت إلا بالتواتر القطعي، والقراءة الشاذة ما رواها إلا صحابي واحد أو صحابيان، إذن هي لم تستجمع، القراءة الشاذة لم تستجمع شروط القرآن لأنها غير منقولة بالتواتر، ومن هنا فليست هي قرآنا، كما أنها ليست سنة، فلم يأتي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا جناح عليكم أن لا تطوفوا بين الصفا والمروة، وإنما جاء فيها أن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إذن هذا النص ليس من كلام الله تعالى، ليس من القرآن لأنه ليس بمتواتر، كما أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. على هذا ليست هي من كلام الله وليست من كلام رسول الله، إذن بماذا سنحتج نحن؟ لعل من رواها وهم وظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأها بهذه السورة، وهنا نقول بأنه لا يمكن أن يستدل بالقراءة الشاذة في مثل هذه الأحكام الفقهية. وأيضا فوق هذا الأمر، هذه القراءة الشاذة حينما نستدل بها يجب أن لا تعارض القراءة المتواترة. القراءة المتواترة تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذه تقول فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إذن هي معارضة تماما، معارضة للقراءة المتواترة. كيف نقبل قراءة شاذة ليست متواترة لتعارض قراءة المتواترة؟ لا يمكن، أنه هناك تعارضا بينهما، بين النفي والإثبات، لذلك لا نستدل بها هذه الآية. ومن هنا تسقط أدلة القائلين بأن السعي بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب. هذا مجمل الخلاف بين الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة، وأولى الأدلة بالاعتبار إنما هو أولى الأقوال هو القول الأول، وهي أنها ركن يفسد الحج دونها كما تفسد العمرة دون أن يطوف صاحبهما بين الصفا والمروة.